شوي من عمار يا فيصل، معناها من قبيله قاعد نشوف تاتواج قلنا باهي تجي معناتها اليوم بالنسبه لينا مرتي معناتها هوني 2020 داخلين في 2021 قرون اخرى، ما زلت تقول اللي معناتها مرتي اذا كان عندها صديق انتيم ليه ولا انا خويا نقبل، ها علاش؟ خاطر ممكن ينساها يقف معاها كي نبدا انا مش موجود ولا بيناتنا مشكله باش بها ويصلح ما بيناتنا. وقفوا وقفوا اسمعني الله اعلم مش تولي يا راجل ما كانتش ايمان خلينا نكمل الكلام الدكتوره الحكيمه خليه يتفسر لك اش معناها يبشبش اش قاعد تحكي شو معناتها مرتك يبشبش يا خويا في دارك ما تحكيهوناش هذا امورك سؤال تطرح عيش العوج والخزعبلات نتاعك وحدك بالله يا ايمان خلينا نسمعوا اش باش يكمل علاش على مش باش راجلي يبشبش بها زاد ليه بشبش بها نعطيه تريحه يعني باهي محمد انا خويا شوف انا كعطيت راي ديما كل ما نعطي راي تونس تتقلب مش في راي عادم خاطر تستفز راي عادم خلي كمل الفكره نتاعك علاش ديما انتم عندكم النوايا خايبه بشبش بها مش معناتها يا فيصل معناتها انا راني نبدا رقصي بالتنو وهي عاده برومو معها في الصاله ليه مش هكاك قصدي يدخل ما بيناتنا بس صلحتي شنو ما فماش تو دي كوبل يخرجوا بعضهم ولا ذاك فادلك مع مرت فلان ما فماش حد بالله سامحني انت وذكرى متعاركين بربي لحظه ليه يحب يقول كلمه تقول انا في بيني ايه مش نقصد فسر وراك انت في بلاصتك راك انت اللي سالت انا فهمت انا حتى علاش قاعد انت حسنه نخدم بالنية الباهية، نعطيك بالنية الخاصة أمورك. سامحني أنت وذكرى مثلا مع ياسين. تعاركت أنت وذكرى أنا شنو أنا داخل أنا صاحبها الأنتيم. باش نجي نقول لها كتكوتة. مش باهية هكا. إذا كان أنت باهية معاك وعندك فيك ثقة خويا تربي الغدوة. خنفسر بالله خنفسر حاجة. خنفسر حاجة. ما نصدقش والله. لا لا. بس خاطر أنا محمد بن عمار سامحوني أنا محمد بن عمار فهمتوا. انا اكزامبل جات بريود تعديت عليا صعيبه شكون لي بلغته هو باش شكون لي باش بيا وسيل اللي هو انسان معرض اللي هو انسان معرس انسان معرس اللي هو بسين فرزه ومرته كانت معاه وقت اللي واساني في ظروفي الصعيبه هذه باش بيك اي يا بنتي يوسيك اي غارت مرته يقف معاك هو هذاك اش يقصد مشي باش بش هو هذاك اش يقصد شايف ربي يفسر لنا شنو هذا باش امان يا فيصل هذا يحط تاتواج ما يعرفوش معناتها يرمي كلام ما يعرفش اش يقصد بيه داخل فيها فرنسي اركز قال لك يدلل اركز اقعد يمين اقعد يمين موضوع سكرناه سيء باش مش ولا يقعد بالنسبه لي هذه كانت يس اور نو